مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم إثراء الهواء. اليوم راح يكون ضيفي إن شاء الله الدكتور هادي الأمير الاستشاري النفسي، وحديثنا معه إن شاء الله حول موضوع بعنوانه طريق النجاح. حياك الله بداية دكتور هادي، مساك الله بالخير. الله بالنور، الله بالخير. حياك الله دكتور. طريق النجاح بلا شك طريق الكل يتمنى الوصول له، لكن يجب عليك أن يعني تخطو خطوات معينة يتطلبها هذا النجاح. دكتور هادي، أول الخطوات هذه في الوصول لهذا الطريق الرغبة. نعم نعم نعم، الرغبة، يعني أنا عندي رغبة إرادة. طبعا الرغبة هي اللي تولد الإرادة. نعم. من الإرادة هني تبدي أن العقل شنو يهيم أو يسرح أو يتساءل داخل أحلام أو داخل رغبات داخل مخه، وعليها يسوي خلينا نقول عنها خريطة الذهن أو خرائط الذهن. في الوقت الراهن كل شيء موجود في النت، بس عليك أنت تأخذ خطواتك وتسويها. يعني الخرائط الذهنية موجودة، الأهداف اللي تبي تسويها موجودة. في شغلة في تحقيق النجاح، خلنا نقول النجاح هو، بس خلنا نعرف شنو هو النجاح. صحيح. إن أنا أبلغ إلى هدفي. إنزين، بلوغ الهدف هناك في خطوات، وأهم من هالخطوات، أهم الخطوات هناك عراقيل. هناك أشياء توقفك، أولهم عدم قدرتك، عدم القدرة عندك، ما عندك مهارات، ما عندك خلنا نقول إمكانيات، إن كانت مالية أو إن كانت أفراد أو إنزين. هذه كلها شلون أنا أحققها، شلون أنا أسويها في الحلم، أو خلنا نقول في التصور أو في الخيال مالك. أنا أشوف كل شيء. خلنا نشوف مثال بسيط. لما واحد يطرش لك رسالة لوكيشن، يعني هذا واحدة من الاستعارات اللي فعلا توصلني إلى نجاح، إلى هدفي أنا. هذا كمثال ذكر. كمثال. نعم. يطرش لك اللوكيشن، شو تسوي؟ تسوي له أبلود. ممتاز. تأخذ أبلود. صحيح. وتشوف الخريطة وينك أنت؟ وين هدفك؟ وين تبي توصل؟ ممتاز. وين العراقيل؟ الزحمة، ما الزحمة، سيارتك تخترب، شنو تحويلات، كل هذه عندك إياها هالإمكانيات. هل أقدر أنا أسويها؟ زين، منها معرفة أنا أول شيء نقاط القوة مالتي. جميل. ونقاط الضعف مالتي. إمكانياتك. نعم. مو مهم شنو أنا نقاط القوة، الحين أنا عندي نقاط الضعف اللي عندي، شلون أنا أقدر أطورها؟ وإذا مثلا في أبواب متسكرة عليك، خلاص شنو أسوي؟ أبخر الطوفة، نطفق فوق الطوفة، أحفر تحت الطوفة، أرجع مكان ثاني. هذا هو النجاح. ما حد نجح في الدنيا بالنسبة لي أنا كمطلع، ما شفت إنه إلا هناك ملايين الملايين من العوائق، وهو شنو يحلها، يحلها. ما يستسلم، دائما يحاول. بس هي حل. عندي أنا قدرة إني أنا أعرف شلون أحل، أصير يسمونه باللغة الإنجليزية problem solver، حلال مشاكل. وحلال المشاكل ما تتم إلا من خلال الاطلاع. اثنين، من عمليات اللي عندك الخيال، التصور، وهذه أهم واحدة فيهم. ثلاثة، أنا أرسم خريطتي الذهنية. نعم نعم. تقول هذه أيضا من النصائح اللي يمكن حضرتك يعني تنصح فيها المشاهد الكريم في برنامجنا أثراء الهواء، أن الإنسان يجب أن يكتشف ذاته. دكتور هادي، يكتشف بالضبط نفسه. بالضبط. يعرف هو شنو ميوله، شنو يحب. يعني بدون هالتحديد هذا الاكتشاف ما راح يلقى نفسه. دكتور صحيح. نعم. سمونه البصيرة النفس. اللي هي أنا منو، أنا شنو إمكانياتي. يعني في الأخير تعال، ما شنو أنا عندي من قدرة؟ هل عندي قدرة فأنا أقول التحدث؟ هل عندي القدرة المالية؟ زون هو هي أهم شيء، شلون أنا أكون المالية، القدرات المالية. والدولة الحين ميسرة المشاريع الصغيرة، ويساعدونك منهم البنك الصناعي، يساعدك. يبون بس ناس بأمانة، اللي هي فعلا عندها الرغبة، وأحط بين الرغبة يسمونها الالتزام. أنا ملتزم إني خلص، أنا خذيت الخط هذا، ملتزم إني أوصل لآخر حاجة.
في إشكالية اللي أنا شفتها في التدريب وما التدريب، يعتقدون الناس اللي تروح تتدرب شو يصير؟ إنه خلاص أنا تدربت، أنا كل شيء عندي الحين. يروح يشوف في الواقع شو يشوف عنده؟ طاخ طاخ طاخ، متكسر، مكسرين مجاديفه. لا، هناك أكو أشياء، تعال أنا أسوي، أنا مو يصير عندي مجداف، أنا أعرف شلون أسوي مجداف. أنا أتواصل وأصر وألتزم، وأهم شيء بالنسبة لي أنا كشخص يعني عندي وايد إنجازات، لازم أشوفها داخل مخي. إذا أنا شفتها داخل مخي خلاص ما حد يقدر يجي قدامك. وبعدين لما تشوفها أنت في الحلم، انتبه، ما في مشروع يعني خلينا نتكلم عن آلة تصوير ولا سيارة، ونشوفها الحين بالصواريخ، ونشوفها هناك كم من الصح، خلينا نقول 70% 80%، الثلاثين المتبقية والعشرين المتبقية هذه ما تصير إلا بالتجارب، ولازم هناك أكو أخطاء، ولازم أكو أشياء هذه أنا ما أقدر أكتشفها، أنا ما أقدر أتخيل كل شيء. يعني الكرة هذه مسألة البدء بالحلم مهمة، الكرة هذه في سبيل النجاح. بالضبط. لازم إنسان يحلم وتخيل، تصور. إيه تصور ماله. يعني أنا مثلا واحدة من تبص، خلينا نشوف التصور هذا. أنا مثلا أنت تتصور والدتك الله يحفظها، ولا تتصور إن أنت يوم كنت صغير. نفس الشيء تصور المستقبل. خلينا نتكلم من المستقبل إلى الحين. خلينا نقول أنا بعد شهر شهرين شنو راح أصير؟ أرجع عاد بعد 60 يوم، أرجع 59 58 57 أرجع بالأيام، إن أنا كل يوم كل يوم أنا راح أسوي الإنجاز هذا. تصور حتى بصبة الماء القلاص، نقطة نقطة، لو بتشوفها لو بتجزئها نقطة نقطة ينصب ينترس هذا. كل شيء كله يعني جسمنا احنا كله يشتغل بالجزيئات، حتى الساعة شوف الثواني، بالثواني من الألف من الثانية، بس شنو؟ تعال انا منظم وقتي، اعرف متى راحتي، التزاماتي الاجتماعية، ومتى احط يسمونه ادارة الوقت وإدارة وقتي وإدارة إنجازاتي، وشوية شوية تمشي زين، واللي يبيني أساعده أنا حاضر. نعم. ترى هذا طيب بالنسبة لبعد الرغبة وتحديد الهدف والميول. نعم. وإنسان يبدأ بحلم هذا الهدف وهذا الهدف والنجاح. بالضبط. نصل إلى مرحلة يعني التنفيذ دكتور هادي، وتحديد الأهداف وتطبيقها على أرض الواقع. إيه هذه عادة تم قلنا على الخرائط الذهنية. نعم. أعرف المهارات اللي أنا أحتاجها. قدراتي اذا كان في مشروع تجاري او في المدرسه، يعني واحده بالنجاحات المدرسه، خلينا ناخذ مثال من عيال اخواني، قلهم خلاص اللي انت تعرفه خلصته، الحين تبي تشتغل على الاشياء اللي ما تعرفها. صح. اللي فيها ضعيف، ليش انا اروح اذاكر شيء انا اعرفه قاعد اعيده مره، انا عارفه خلاص فاهمه، ما اخاف منه. اللي اخاف منه ان جسمي او عقلي مو متعلم على هالمهاره، فأبي أسوي شنو؟ أشحذ هذه المهارة. أنا ضعيف، أنا مثلاً أقول ضعيف في الحساب. نعم. جاي شو أسوي؟ أروح أحط رأسي يعني بالمراس، أقعد أسوي تمارين. صحيح. لما أنا أتملك هذه المهارة، مهارة الرياضيات. هذا الشيء بالشيء يذكر ذكر هذه، إن الإنسان إذا بيوصل الهدف يحققه بلا شك إنه أثناء البحث الدراسة راح يأخذ المهارات هذه اللي في نفس مجال بحثه يعني. ممتاز. أكون عنده خبرة. إيه يعني. حتى قبل لا يوصل الهدف راح يكون عنده. بالضبط. خبرة. بالضبط. الشغلة الجميلة التطبيقية مثل الأمور الدراسات اللي أنا أستلمها من المدرسة، وراح أضرب لك مثال عليها شلون أحولها تطبيقي. طبعا. أخذ مثال مثلا الصابونة، أنا عندي صابونة سماكة 10 سنتي، كل يوم أنا أخذ منها سنتي واحد، بعد كم يوم تخلص؟ الكلينكس مثلا، أخذ علبة الكلينكس، الكلينكس أنا أخذه في 200 ورقة، كل ورقة فيها فلس واحد. أجزئ الأمور، المقصد من هذا إن أنا أطبق أكملها عمالة الكلينكس، أنا عندي 5 علب كم تساوي؟ فأضرب 200 أضربهم بخمسة تساوي الدينار. فخلنا أقول شلون أنا أحرك ذهني بطريقتي بتصوري أسرح داخل مخي، والمخ شيء عجيب. من الأشخاص اللي أمس قاعدة تكلمني واحدة من أسوي لها الاستشارات النفسية، تقول لي أنا مخي يفك، خلنا نقول يحل كل شيء لما أنا أنام،
وفعلا هذا واحدة منهم من المهارات، ان انا اخلي اللاوعي مالي عند الخبرات هذه المهارات. انا بس اقول له شنو اللي راح ندخل عليها هذه، ان انت يا مخي باكر الصباح او قبل الظهر انا الحل راح يصير عندي وهدى. تهيئ لها الامر، يسمون هذا يسمونها البصيره او يسمونها الاهات من الاكتشاف والامور هذه. نعم ذكر هذه، احنا راح نتكلم معك ان شاء الله، كان عندنا التقرير ان شاء الله. ان شاء الله اذا التقرير رجعكم، خليكم معنا. يعتمد طريق النجاح على مجموعة من أنشطة يومية، ومن أهمها النوم المبكر والاستيقاظ اليومي المبكر بنفس الوقت. ذلك أن النوم المبكر يعمل على الاستيقاظ مبكرا بنشاط وحيوية وقدرة أكبر على الإنتاج بفضل طاقة حصل عليها خلال النوم السليم في الليل. ويساعد الاستيقاظ مبكرا في ترتيب المهام وأوقات اليوم بشكل أفضل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من جديد. دكتور هادي، في حديثنا اليوم عن طريق النجاح والوصول إن شاء الله لهذا النجاح والتميز، ذكرنا دكتور أولا الرغبة في وصول هذا الطريق، وبعدها تكلمت حضرتك عن البدء بالحلم وأن تعيش هذا الحلم الجميل إن شاء الله. نعم. وتكلمت أيضا عن تحديد الأهداف والبدء بتنفيذها. لكن دكتور، هناك بعض الناس نقول يعني يتردد في البدء بالتنفيذ، يعني مو عارف شلون يبدا او ليش مو قادر يبدا. صحيح. ممكن الفرق بين الناجح والفاشل ان الناجح بدا فعليا لكن الفاشل ما يبدا. صحيح. اللي من الفشل، معظم اللي عندهم الفشل عندهم مخاوف. يعني حتى في الامراض النفسيه، معظم الامراض النفسيه سببها الخوف او القلق. أو خوف. الخوف هو بالضبط يعني بس الخوف قد يفسر يعني مثلا الخوف بالماضي يسمونه خوف، بالمستقبل يسمونه قلق، لكن هو نفس الفكره او الظاهره. زين، هذا الشخص اللي يخاف انه يقدم على مشروعه او تحقيق هدفه ويروح شو يسوي؟ يسوي اشياء ما متصله بشنو الاهداف مالته، اساس انه بس شنو؟ انه يتحاشى انه يفكر فيها، مع انه هو عنده الرغبه. يشغل نفسه. اي يشغل نفسه فيها، عنده الرغبه بس الرغبه هذه ما وصلت الى درجه انه انا اتصور. عمليه التصور لان اخوي حواس كنت تركز كثير على التصور. الكره هذه دائما تركز على التصور. لان شوف كل اللي انت تشوفه هذا كله تصور. شنو يعني تصور؟ يعني صورة ذهنية تحولت إلى واقع. إيه خلنا نشوف الحين نفس القطرة مالتك. أيه. ليش سويتها كذي؟ أنت متصورها داخل مخك. أساساً. أنا عندي تصور. ليش حاط أنا مثل اللحية وأنت حاط اللحية؟ يكون ناس تبي أنا بأصير بالصورة الفلانية. هذا التصور. أنا داخل عندي خيال. أبي أسوي هذا الشيء. بروح إلى جانب معين وهذا اللي خلنا نقول. يحل الموضوع او يحل اي انسان موضوعه بمشكلته، اي مشكله. شنو علاقه التصور بتنفيذ الهدف؟ انا عندي هدف ببدا فيه، شنو علاقه التصور في الموضوع؟ انا اقول لك يا مثلا الحين واحد يبي يسوي الطاوله هذه، يكمل دراسته، خلينا نقول يكمل دراسته. زين، شنو الكورسات اللي يبي ياخذها؟ شنو التصميم؟ لازم يروح الاستشاري يعطيه تصور، يقول له تعال انت تاخذ المواد في الفصل الاول، تاخذ المواد هذه. صحيح. الفصل الثاني تاخذ المواد الثانية. لما تروح رابع سنة لا يصير هناك في تخصص كالمال شنو التوسع يسمونه القمع في الدراسة توصل إلى هدفك. صحيح. في التصور خلنا نأخذ الحين الطاولة هذه، شلون أنا أسويها؟ ما أقدر أسويها بدون شنو تصور. خلنا نأخذ الحين بس في شغلة كنت بكلمك عليها عفوا. العقل يشتغل
بثلاث محاور. الأول الكلمة، أنت طريقة كلامك لنفسك شنو هو؟ اثنين الصورة اللي أنت حاطها. ثلاثة الفراغ بين كل صورة وصورة أو بين كل كلمة وكلمة، شنو فراغ. هناك أكو جانب ثاني مرادف له، دالوكين عندنا، المشاعر. المشاعر ما فيها لغة، لغتها شنو؟ عبر الجلد. مثلا واحد يغضب شو يصير؟ وجهه أحمر. واحد يكون سعيد يبتسم ويتحرك. فهذا الشخص اللي مو قادر ينفذ مشروعه قاعد يكلم نفسه بكلمات شنو؟ سلبية. ما تخليه ينهض. ببساطة يعكس الكلمة. مثلا أكو واحد يقول والله أنا ما أقدر، شو يقول؟ يقول أنا في طور القدرة الآن. خلنا ناخذ الحين، أنا أقول مثلا أنا ما أقدر، زين خلاص أنا حطيت نفسي في إطار شنو؟ عدم القدرة. وهي مبطنة تلقاها عدم الرغبة مو عدم القدرة. لا عند القدرة وعند الذكاء وعند إيه، لكن ما يبي. إنزين لما تجي يغير، لأن العقل قلنا يشتغل بالأمر. أنا أقول حق نفسي شيل الورقة هذه أو أتكلم عليك. فالأوامر أنا كم من الناس يقول إحنا سوينا كلام وضعنا بالكلام مالنا أو ضعنا بالمشاكل اللي فيها إحنا. فعملية إعادة يسمونها أو يسمونها إعادة الكلمات، وساعات يسمونها التوكيدات الإيجابية. أنا عندي القدرة إني أنفذ. أنا في طور إني أنا أنفذ. هذه مهمة دكتور جدا. إيه مخاطبة الذات. أنا ما عندي الإمكانيات الفلانية وعليها راح أبدي أسوي الإمكانيات الفلانية. فعملية إن شلون أنا أعيد الكلمات السلبية مالتي إلى إيجابية وأعكسها، وأحط لي خارطة ذهن أو خرائط ذهنية، الطريق اللي أنا بمشي فيه اللي مثل ما بدينا في الحلقة، إن هناك أكو خريطة مالت جوجل أنا بوصل لهذا الهدف. وأهم شيء عندي الخطة، أذكر التصور، مو التصور بعد، التصور هذا إن أنا أشوف. التصور ترى ما هو إلا وسيلة مثل السيارة اللي تنتقلك من مكان لمكان. جميل. ما هي، مو هي الهدف في عينها، هي وسيلة. شو اللي تكون الأهم منها؟ اللي هي أنا أعرف بالتصور شلون أحل العوائق اللي أنا فيها راح تصادفها. خلاص. وكل ما الإنسان يطابق مشروعه، يطابق البيئة اللي فيها، كل ما هو يكون ناجح. أكثر نجاحا. أكثر نجاحا. مثلا خلنا نقول هو حاط حق مع مؤسسة التقدم العلمي كيفاس. لا أنا أعطيهم أرباحهم. مالوت الزكاة أنا أعطيهم يعني مستطبق كل النظم الموجودة في الكويت أو أي دولة. واشتغلوا. هذا نجاح. يعني ضمن يسمونه باللغة الإنجليزية الباكج أو يسمونه حزمة. فأنا لازم أحسب، ما أسوي شورت يعني أسوي اختصارات ويأكذب ويأساوراء لأنه راح تنكشف. وأسهد من ذلك أخوي حواس ان انت تعلم نفسك على هذا الاسلوب. تذكر هذا الاسلوب، وكل ما ذكرت تذكر هذه يعني يندرج تحت التفكير الايجابي. بالضبط. بالضبط. انا تفكير ايجابي ان انا مختار الكلمه الطيبه، مثل ما واحد يروح الجمعيه او يروح الفرضه يشتري الصندوق الفواكه الصح. بالعقل مثل المعده، تختار الكلمه الصح مثل المعده. برمجه لغويه تذكر هذه منها. اي برمجه يسمونها هذه برمجه لغويه العصبيه. نعم عصبيه. نعم نعم. تذكر بالنسبة للتوازن تذكر هذه، يعني الإنسان أيضا يتعلم كيفية تحقيق التوازن في حياته. بالضبط. أنا أحطها شوية بالتوازن زائد المرونة. مرونتك أنت لما تواجه مشكلة أو عائق شلون أغير ما أتصلب. أنا كانت واحدة معاي في طريقي بالجابرية، عندنا نطلع من الجابرية من صوب المستشفى هذه. نعم. ورايح على الدائرة الخامس، عندنا الفتحة هذه تشيل سيارتين بس بعدين خلاص تصير سيارة واحدة. زين وراي سيارة، لا أنا بطوف خلاص. أنا ما خليك يعني ما تصادق حتى عمي راح يعني. واللي قدامي أنا من النوع اللي بعد أخلي مسافة تقريبا ثلاث سيايير قدامي. أكو ناس ما عنده الحصيلة إنه يشوف السيارة اللي قدامه عنده مسافة، لا لازم إحنا نتلاصق. أكو ناس تحب التلاصق بمتر يعني، وإذا صار الدعمة مشكلة. فهذا الحين أنا لما خلص قلت لا يبا
هذه تخلي يصير عندك مرونة. أي واحد يبي يطوف طوفه بالضبط. ما عليك ولا صح. إيه إيه صح. ما قاعد تزاحم شخصيتك صحيح. ولا قاعد يتعدون عليه إيه صحيح. قاعد أعيد لأن في أشياء أقول لا هذا معتدي على المساحة مالتي هذا الشارع هذا حقي إيه شلون أنا أعيد بيني وبين نفسي نعم إدارة الغضب كنت إدارة عارف. الغضب أو التوازن اللي قاعد تقول عنه التوازن العقلي إن أنا أكون شو اسمه نعم في طور الاسترخاء وفي طور التوازن ان انا صح نعم في هذه نشوف الفاصل ونكمل معك ان شاء الله ممتاز. اذا الفاصل رجع لكم خلكم معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد رجعنا معاكم من تواصل برنامجكم إثراء الهواء وهذا الحديث المتواصل مع ضيفنا الفاضل لهذا اليوم الدكتور هادي الأمير الاستشاري النفسي وحديثنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن طرق النجاح. دكتور هادي قبل هالفاصل تكلمنا عن بعض خلينا نقول يعني طرق النجاح دكتور وكيفية الوصول لها ووصلنا معك دكتور ومع مشاهدنا الكريم إلى مسألة جدا مهمة أن الإنسان يجب أن يثق بذاته أن يؤمن بقدرته على النجاح دائما. نعم نعم الإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان أن في شيء خفي علي وأنا مؤمن فيه هذا هو الإيمان. ما عندي خلنا نقول الحقائق العلمية اللي أنا أقدر نعم. أثبتها لكن أنا شفتها في الماضي عندي مثلا عندي نجاح واحد واثنين وثلاث وخفقت في كذا وكذا لكن أنا عندي خلنا أقول الإيمان بدون إثبات برهاني علمي وأقدر أسويه. هذا يتم الإيمان بعملية شنو العلم إن أنا عندي المهارات عندي سيارة أقدر أروح أسافر فيها وين ما أبي يعني أقدر أطلع أخذها بالسيارة بالطيارة أوصل أوروبا ولا أوصل أمريكا عندي الوسيلة. الوسيلة هي مهاراتك قدراتك وتخطيطك السليم أكيد خريطة الذهن نعم. وتخطيطك ما يوصل سليم لو شنو تسوي ما في ليش في عراقل تواجهك لأن البيئة متغيرة الجو متغير صحيح العوامل السياسية متغيرة بس أنا عندي فوق 80% صحيح 20% أنا عندي المرونة صحيح هني أنا أتوازن أتغير وأسوي وأعدل أمر مو بيدك يعني مو بيدك هي مسلمات صحيح مسلمات مثل الشمس إنها تطلع كل يوم الصبح هذه مسلمة الدوامات الحكومية مسلمة من الساعة مسلمات هي هذه مسلمة فأنا شلون أتأقلم معها شلون أتكيف معها وابدي واشوف واروح استشير منها من الضروريات ان انا استشير اهل الخبره تعال انا عندي كذا 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 شنو رايك واروح لثلاثه اربعه خمسه صحيح. فاشوفهم نعم. فالايمان هو ان انا عندك بعد التوكل على الله ان خلاص انا سويت دراسات يقول لك يا ربي ما ما مو حتى خلاص مو هي لا انت يا ربي أكو ناس عندنا أنا صح. واحد منهم يعني بلا شك تكرج المهم تقول في بعض الناس يقول هذه أثناء طريق النجاح يعني ربما يرجع للماضي كثيرا يعني يسترجع الأمور خلينا نقول السلبية الفشل نعم نعم فيأثر نعم. تقول على حياته تلقى أسير الماضي يدخل في التشاؤم لأنه يدخل هذا شنو أسبابه نعم. كذا شغلة واحدة من الأسباب إنه هو خلينا نقول إعادة هذا التفكير أكثر من مرة ومرتين وثلاث بدال ما هو يتعلم منه تعال أنا صار لي ظرف كذي وصارت لي الظروف الفلانية فشنو نتعلم منها خلنا نأخذ مثال بسيط لو أخوي حواس أنت تروحك خبير عنده خبرة وما شاء الله وتسأله تقول له والله أنا بسوي كذا وكذا وكذا شلون دريت أنت يا خبير من من جبت الخبرة هذه مالتك يا أن أنت مخطئ وتعلمت من الخطأ صحيح. من الإطراقات هذه اللي انطقيت فيها صحيح. يا أن أنت رحت قريت كتب كثيرة علمية أو وتعرفها أن هذا الطريق اللي أنا باخذه مو صحيح فعملية الأخطاء اللي تصير هذه جاية من تجارب
والتجارب ايش كثر صرفه، واذكر على ايام الثمانينات الايدز ضخوا فلوس بشكل هبل بس تجارب ما يدرون. نعم. مرض جديد ويقعدون شنو يسوون؟ يجربون يجربون. فالخطا ما هو خطا، هو شنو؟ نعم. خبره. نعم. تدري متى الخطا او الاحباط متى؟ لما انت تعيد نفس الخطا نفس الخطا. انت الحين قاعد تشوفه خطا بعد، ليش انا خلاص صحيح. ليش اعيده؟ ومن هالتفكير السلبي يعني اشوفه انه ما قاعد يوصلني. صحيح. فببساطه ان انا اعيد الكلمات من سلبيه الى ايجابيه اي شيء. نعم. انا اذكر الممارسه نفسها تعتبر ايجابيه. اذكر هذه انسان يمارس العمل نفسه إيه؟ حتى لو ما نجح إيه خبره إيه؟ في حياتك. لا يكسب خبره هو اصلا. صحيح. وروح يستفيد من الناس اللي خلنا نقول مثلا انا بتعلم رسم، خلنا نقول بصير ناجح في الرسم، مروح لازم اقلد ناس. يعني حتى بصلاتنا وصيامنا احنا نقلد ناس على تقليدنا، نعيدها يسمونها التقليد الاجتماعي. عليها انا راح استكسب مهارات. نعم. حتى بالمدارس، كل المدارس. نعم. ذكر البعض ايضا ذكر هذه يعني فيه تحس بحال دائما الانسان يختلق الاعذار، كل ما إيه؟ تقول له شيء يتعذر لك. اي ما عنده رغبه. هذا ما عنده رغبه، فشنو يسوي؟ اطلع لك عذر انا. بركز على السلبيات بس. بركز على السلبيات. اي اي اشوف السلبيات. يعني هذا ذكر لو يبدا بالواقع إيه؟ يحس انه فعلا اللي كان يسويه كله كان خاطئ. بالضبط. لانه يحس ان الامر كان سهل. بالضبط. نعم. بالضبط بالضبط. اكو ناس ما تبي تشتغل، فايش تسوي؟ زين، او هو كسلان. عندك من الكسل. صحيح. اي يعني ويدخل في هذا المود. نعم. ذكر البعض الاخر ايضا يخاف خوف ذريع من الفشل، وكأن نهاية الحياة إذا فشل إيه يحس إيه برهبة إيه ضيقة، كل الناس إيه كل قاعد طالع إذا بيصير الأمر هذا خاف. صحيح. صحيح. هذه لازم شوف هي بالتصور ويحط اللي خايف منه شنو هو خايف راح يخاف منه، ويطلع حل وحلين يسمونه الحلول المسبقة. أنا عندي الحل المشكلة الفلانية، خايف من الشيء الفلاني، وهذا حل ألف يمكن ما ينجح، عندي حل باء وجيم ودال. وإذا يسوي أربع حلول خلاص هو راح يدخل في شنو مجال حلال المشاكل اللي يسمونه problem solver. خلاص مخي يعني حتى بالطبيعة شوف واو أنا لا عندي أكثر من حل، أنا أروح مني أسوي مني أطالع مني أسوي كذي. نعم. أذكر أنا أقصد أذكر هذه مسألة التجربة الفشل نفسها، بعض الناس ما يبي يعيش أذكر كتجربة، هذه هم مشكلة بعد، مشكلة كبيرة. اي هذا لان شوف الحين مثلا خلنا طالع انا بحطها بكلمه سلبيه، والحين بعيد الكلمه شنو بطريقه ايجابيه. نعم. انا اذا فشلت امي راح تطلعني، اخواني راح يطلعوني، ناس ويشيل هم الناس ذكر، وراح اشيل هذا. الحين خلنا اقول انا لما الحين راح اعيدها، انا لما اخطا او افشل ادري ان هذا راح تعطيني مكسب في خبرتي. نعم. انا بروح اعرف عن خلنا نقول الرسم، بروح أعرف شلون طرق الرسم أساس أنا لا أفشل، وأدري أنا إذا فشلت يعني واحدة منهم اللي أنا بقولها. خلنا نقول لما ناس تعايرني يقول لي أنا فاشلة، أو تقول لي لا تسوي المشروع الفلاني ولا تسوي الأشياء هذه، ليش تقول لي لا تسوي هالمشاريع أو هذا؟ مو لأن علي أنا، لا لأنه هو ما يعرف شلون يسويها. فهو عسباله انه هو اللي راح يسوي المشروع مو انت. انا في مشاريع كثيره من اخواني يقولوا لي لا تسويها، لا ليش؟ تقول راح تفشل، لا سويتها ونجحت وتمشي. لا مو بالتصور اللي انا اللي ابيه بس نجحت. صحيح. يعني مو الكماليه واللي تذكر حتى لو انسان يفشل يعني يجب ان يعلم انه يكفيه شرف المحاوله. يكفي انك حاولت. بالضبط. هذه المغامره مو فشل. يعني اكو ناس حاطين المجتمع حاطه بكلمه فشل. ايه فيلير او يسمونه فشل. صح. هو مو فشل. هو تجربه. الناس اللي ما عندها القدره تسميها بالفاشل. زين انت فاشل بانك انت لا تعمل شيء. صحيح. بالضبط. هذا يكفي. انت فاشل، انت مو قاعد تسوي شيء. شنو عندك انت؟ صح. شنو عندك؟ ذكر بعضهم مثلا يعني فتح مشروع تجاري ما توفق فيه، يعني خلينا نقول ما نسمي فاشل، لا هذا خاض التجربة، خاض التجربة وما نجحت. بالضبط. لازم الحين يعيد يشوف شنو، يعيد الصياغة. صح. يشوف شنو تعلم منه، يكرر أمور ثانية ويخطط وينفذ ويتوكل على الله.
صحيح. اذكر يعني اذكر النجاح في حد ذاته هو يعني صلحك مع ذاتك وتقبلك لكل امورك. إيه إيه هذا هو النجاح فعلا. اي اي هذا اهم شيء، ان انا عارف امكانياتي. نعم. شوف اهم اول عائق حق نفسك منه؟ ذاتك. بالضبط، اول وحده اذا تكسرها كل الذاتات الثانيه راح تكسرها. نعم. خلاص هي انت، هو انت. حديث مع الذات امر مهم. تذكر نعم. تذكر حديث معك لا يمل وممتع، لكن عندنا هالفاصل ان شاء الله. اذا فاصل رجع لكم، خلكم معنا. هي مجموعة تجارب يقوم بها الإنسان ويسعى لأن يحقق فيها نجاحا ليستطيع أن يتجاوزها راضيا عنها. فالإنسان في بداية عمره يسعى لأن يحقق النجاح في أن يبدأ خطواته الأولى في المشي، ومن ثم في المدرسة ليتفوق في كل مرحلة دراسية، وفي كل مرحلة يسعى لأن يبحث عن ذاته، وفي كل مرة ينجح فيها يكتشف جزءا من ذاته. والنجاح يشمل جوانب عدة في الحياة، من دراسة، عمل، حياة اجتماعية. والدنيا تشكل اختبار للإنسان، والهدف منها الفوز في الآخرة تكليلا لنجاحات الحياة المختلفة. وللنجاح في الحياة خطوات، ومن بينها البدء بحلم معين لتحقيقه في الحياة، ثم تحديد الأهداف والحفاظ على التفكير الإيجابي، التوازن بين الحياة العامة والعمل، وأخيرا الإيمان بالقدرة على النجاح. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. دكتور هادي، من اهم يعني الامور اللي لازم نراعيها في حياتنا حتى نوصل للنجاح دكتور هادي، منها العنايه بالذات دكتور، وهذا اللي تكلمنا فيه قبل الفاصل وقبل التقرير، لكن نكمل فيه اكثر دكتور. بالضبط، العنايه بالذات. العنايه بالذات خلينا نقول داخل العقل، داخل المخ، استخدام الكلمات الايجابيه. في شغله اخوي حواس ننتبه لها، أنا مو قاعد أتكلم عن المثالية وأتكلم عن أن البيئة اللي برا فيها الزين، لا، معظمها في أشياء طيبة وفي أشياء غير طيبة. هذا مو بس على علي أنا ولا عليك، على كل المخلوقات اللي في الكرة الأرضية، حتى الجماد بينحت. فعملية أن أعرف أنا منه وشلون أنا أحمي نفسي من نفسي، هذا أول واحدة. يعني تعال خلنا أقول الدنيا وأنا على نفسي أنا بعد ما تجوز، يعني اختياري للكلمات الصحيحة. وأعرف العقل شلون يعمل. العقل ليش انخلق أو شنو وظيفته في حق الإنسان؟ العقل حل التفكير، وكل شيء في الدنيا من وجهة نظري هناك فيها فضلات، مثل ما الجلد يطلع عرق، الشعر يطلع شعر عشوائي لازم اروح حلقه وضبطه. نعم. المثانه تطلع. نعم. الامعاء تطلع، عفوا، العقل هم يطلع فضلات فكريه اللي هو الكلمات السلبيه. نعم. خلاص انا اعرف، انا بعد ليش اروح اتهاوش معه؟ خلنا اقول فضلاتي، انا اعرف ان المخ يطلع فضلات، يلومني، يعاتبني، يحبط مني أو يقول لي أنت فاشل، هذه بفضلات أوخر عنها. أنا هني أبي أتكلم صح داخل نفسي. أنا قلت كلمة مثلا ما عندي، خلنا أقول القدرة الفلانية، أنا أدري ما عندي القدرة الفلانية، وعليها راح أعالج الموضوع هذا، أطلع لحل. شنو الحل؟ تعال أنا بسوي 1، 2، 3، 4، ويمكن 1 راح يفشل، بس راح أسوي 2 قد يصيبني يقربني.
فعملية أن أنا شلون أتحاور مع نفسي داخلي بشكل إيجابي، ومن أهم من أهم طريقة أن أنا أسترخي، عملية تنفس وأسترخي وأطالع خريطتي اللي أنا راح أنفذ فيها، شنو راح يصير وشنو، وأتعلم من 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 النمط الفكري مالي. أنا عندي بعد أنا مخلوق كذي، طولي كذي، شكلي كذي، بعد خلاص أنا أتقبله وخلاص أعرف إن أنا إمكانياتي وقدراتي وشون أنا أبلش إني أنا أنهض في نفسي وأخذ في نفسي وأتخيل نفسي أنا صديق حميم لنفسي. صحيح. أو توأم، أنا عندي توأم وذاتي وباخذ إيه وتقدير الذات وحب الذات وحب الغير. صحيح. أذكر في نفس الجانب بذكر هذه، يعني ذكرت مسألة مهمة أن الإنسان يجب أن يحيط نفسه أيضا بأشخاص ناجحين، أشخاص نقول إن شاء الله عظماء حتى في أخلاقهم في تواصلهم مع الآخرين، يعني القريب منك تكون يأثر فيك أكيد. أكيد. صاحب صاحب أكيد أكيد. أنا بس بأخذك بطريقة معينة. لما أنت تطرش رسالة مو مالتك. نعم. رسالة مو مالتك أنت بسوي لها فورورد حقي. محولة، تحولت رسالة. أنا لما ترسل هذه الرسالة ما أعتبرها من ذاك، لا أعتبرها أنت اللي نضرشها لي. طبعا. هذا أنت. صح، أنت قال لك أنت خلاص آمنت فيها ورسلتها. إيه هذا أنت، أنا أشوفك أنت مع أنها لا أنت مسويها. صحيح. لا مسوي الفيديو لا شيء. إنزين لما شاعر. أنت نرجع الحين حق مال العظيم. نعم. الشخص العظماء، لما أنا أتبنى أفكارهم ومنهجيتهم الفكرية والسلوكية أنا خلاص صرت منهم. صحيح. من هؤلاء العظماء. صحيح. والناس راح تشوفني من 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 هذا الأفق أو في هذا الأفق. قل لي من صاحب أقول لك من أنت، هذا مرآتك خلاص، نفس الشخصية. بالضبط بالضبط. فأنت في العمارة، أنا درست عمارة ودرست أشياء كثيرة حبيتها. خلنا نقول بتسوي أنت بيت، شو تسوي؟ تأخذ 10 تصاميم وأنت تبي تحط من هالعشر تصاميم كل واحد بتأخذ منه وحدة وحدة. تأخذ من هذا وهذا وهذا وهذا، والباقي أنت تكمله بما يناسبك أنت. أنا مو بقلد عظيم لأنه عظيم، لا، أنا بس بأخذ أفكار معينة منها. الحريم يسوونها وايد زين بالفساتين والفغ. أنا بأخذ هذه وهذه وهذه والثالثة أنا بدخل الموضوع، صار التصميم مالك. الكوريين قاعد يسوون كذي، خذوا من اليابان وخذوا، والصينيين الحين بعد مؤخرة خذوا من اليابان، خذوا من الألمان، خذوا من الأمريكان. النتيجة شخصيتك محصلتك. إيه بالضبط. نعم بالضبط. كل شيء أنت ذكرت المثال، نفس الشيء مع أصدقائك، الشخص الأشخاص العظماء والناجحين شخصياتهم تمازج في شخصيتك. إيه إيه إيه. وخر عن الناس اللي حبطك واللي يقول لك كذا، عمي عطى سلام عليكم و... نعم. أذكر أيضا من المهارات اللي الإنسان يتعلمها اللي حتى يكون ناجح، مهارة التعلم كيف تتعلم. إيه بالضبط. بس التعلم كيف تتعلم، تتعلم لا تتعلم شو اسمه الأمور السلبية، يسمونها unlearning، يعني تفك الأفكار السلبية من عندك. إن أنا سويت شيء سلبي خلاص، مثل أنا من ساعة اللي باللفة، لا خليك مرن، اللي يبي يطوف عطى تحية فوخر له، خلي الله الله وياه. شلون تعلم المهارة ذكر هذه، شلون تعلمها، شنو هي أي مهارة كانت؟ تجنب الأخطاء، مهارة تطوير الذات، المهارات الحياة المختلفة، شلون تعلم؟ خلنا نقول أنا أول شيء عصبي. فرضا أنا عصبي، شخص عصبي، فيها 3 خطوات هي. الخطوة الأولى إن أنا داخل مخي راح أعيد اللي تعصبت معاه مثلا، راح أعيد نفس السيناريو. هاي يسمونها طبعا بالبرمجة اللغوية العصبية. بعدين أعيد السيناريو نفسه بطريقته بس بأسلوبي الجديد. 3 راح أعيده مرة ثالثة ورابعة وخامسة، لما يتركز لما راح يصير لي نفس المشهد. وين الطبع؟ لا، الطبع الجديد اللي أنا حطيته. أنت بس تتوكل على الله، يصير عندك رغبة، بس قول أنا أبي، تصدق البيبان تتفتح لك داخل مخك، لأن الأقل الإنسان عنده خبرة، عنده كل اللي يحتاجه، بس لا يعوق نفسه بكلمة إن أنا فاشل. أنا ما أبي، بس يعكسه لا أنا ناجح، بس أنا باكر ألقى الحل، باكر تنفتح معاي الدنيا. بس يحط الرغبة ويعدل الكلمات الحلوة، يحط الكلمات الطيبة والحلوة، تشوف الأمور تسلك وياه. نعم. دكتور هذه يعني لبعض الناس دكتور تلقى يعني مو مطور نفسه على جانب خلينا نقول العملي، جوانب الحياة، مو ناجح في حياته دكتور، فيظن أن ركوده في نفس المستوى ونفس
خلينا نقول هذه الحياة يعتبر نوع من القناعة، أن أنا شخص قنوع يكفيني اللي عندي. إيه بيسكن نفسه أو بيخدر نفسه. نعم. بينما الواقع القناعة مو معناتها الفشل. إيه. مو معناتها عدم التطوير. القناعة ما تعني عدم يعني الطموح للنجاح. فهناك كالمفاهيم هذه تحتاج إلى توضيح ذكر هذه. صحيح. لا هو شوف عنده رغبة. بس أنا عندي فشل وأقول شنو؟ لأنه عندي خايف من الفشل. خايف من الفشل. يعني إذا جعل مرخ الخوف من الفشل دائما هي مسيطرة. فش يقول؟ يقول لا أنا القناعة كنز لا يفنى. بس مو هي هذه اللي أنا. هذه قشرة. هذه مو قناعة. هذه قشرة أنا مقلف نفسي فيها. بس لو أنا عندي فرص ثانية وتيلا فرص ثانية يقول لا هذا أول وما شنو. هي عملية إن أنا شلون أسوي خطتي. وتغيير الكلمات مالتي هي في الأخير كيف أتحدث في نفسي. برمجة اللغوية حديث الذات هذا مهم. في صوت أنا داخلي. صحيح كلمة دائما بتتكلمني. صحيح. هذه شلون أنا أضبط هذه الفريكوانسي. تعال أنا قاعد أسوي السلوك الفلاني قاعد يكرهني لنفسي ويكرهني على غيري. شلون أعدله؟ شلون أسويه؟ صحيح. هذا يحتاج إلى مهارة ومثابرة. ثقة بالنفس. وحسن الظن بالله. وقراءات والأمور. وهذه خلاصة ذكر. نعم. ذكر هذه يعني فعلا نشكرك كل الشكر على يعني هذا الحديث. حبيبي. واذا عندك كلمه خير ذكر هذه. بس الله يوفق الكويت ويا رب اتمنى الكويت تصير من اعلى يعني هذا واحده من الهدفات اللي يعني من اهدافي. نعم. اللي بالكويت عفوا من اهدافي من كنت بامريكا ودي مجتمع الكويت يرتقي والمجتمع العربي بس انا ان شاء الله اسرتي الكويت بلدي الكويت. نعم. فودي يصعد وشون يصعد بالكلمه الطيبه ونحل ونسوي ونطالع ونكبر والأمور ودائما بدعواتكم تذكر هذه بإذن الله. إن شاء الله. نعم. إذا نشكرك مرة أخرى تذكر هذه نقول لك جزاك الله خير ومشكور على اللقاء. مشكورين على الاستضافة. نعم. أيضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام مشاهدي إثراء الهواء على هذه المتابعة وإن شاء الله يا رب نلتقيكم في لقاء مقبل ومع مواضيع إن شاء الله متنوعة وقيم مفيدة في إثراء الهواء في أمان الله. مع السلامة.